معكم ملواني احمد اناناس هارون هيربت سدير مانجا سنفيزي توبا فجر موس سرب دجله سبانه تاكل وانا بقول ايه مشاهد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مستر هارون المدير التنفيذي المجرد درب التبانه وعضو مؤسس ل 11 كوكبا مع ده كوكب بلوتو عشان خاطر شقي شويه. انا جاي النهارده عشان خاطر اقول لكم على لغه جديده. ايوه لغه جديده، لغه هتخليكم تفهموا بعض. بس الاول احنا ليه بنتكلم اللغه اصلا؟ اللغه دي هي بتبقى وسيله التفاهم اللي ما بينك وما بين اي حد تاني. حتى الحيوانات نفسهم ليهم لغه بيتكلموا بيها، بيقدروا ان هم يفهموا بعض ويجمعوا بعض باي طريقه من الطرق. مثلا مجتمع الغربان ده عامل زي مجتمع البني ادمين بالظبط، حتى فيه كمان قائد عرفي. المهم عشان خاطر ما نخرجش عن موضوع اللغه بتاعتنا نبدا نخش فيه تاني. من غير اللغه ما بيبقاش فيه تفاهم، ما بيبقاش فيه ثقافه، ما بيبقاش فيه حضاره. اللغه دي بتبقى بوابه الماضي والحاضر والمستقبل، عشان كده مهمه جدا في حياتنا. حتى لو ما بتطلعش صوت، لغة الإشارة تعتبر لغة، يعني أي حاجة بيحصل تفاهم ما بينك وما بينها هي لغة، حتى لو كان الكمبيوتر اللي أنت بتكلمه، برضه الكمبيوتر بيتكلم بلغة. عايز أقول لك يا صديقي العزيز، كوكب الأرض اللي إحنا موجودين فيه، فيه حوالي أكتر من 6000 لغة. 6000 لغة! تخيل! تخيل! عارف يا صديقي، من تنوع لغات العالم في ناس بتقوم على حضارة تانية إن هي تطمس اللغة بتاعتها. عشان خاطر ما تعرفش اللي انت توصل لها وتوصل لمجدها وتوصل لاي حاجه من الحاجات اللي زي كده. وده بالفعل يا جماعه حصل، وعارف حصل مع مين؟ حصل مع الحضاره الفرعونيه بالظبط. يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده، امال الناس عرفت تتكلم هيروغليفي ازاي؟ حواس لوحده بيتكلم هيروغليفي اكتر من احسن من اي هيروغليفي قديم، احسن من الفراعنه نفسهم. يا اخي بعت مختعن عدعت. اقول لك انا، طبعا كلنا نعرف حجر رشيد، ده عباره عن حجر اتكتب بثلاث لغات، الهيروغليفية في الأول، وبعد كده الهيروطيقية، وبعد كده اليونانية القديمة. الحجر ده تم اكتشافه سنة 1799 عند الحملة الفرنسية، وطبعا كان شامبليون هو اللي فك الرموز بتاعته. وبسبب الحجر ده تم فك رموز اللغة الهيروغليفية، عشان شامبليون في الوقت ده ما كانش يعرف غير اللغة اليونانية القديمة اللي كانت موجودة في آخر بارتيشن، في البارتيشنات اللي كانت موجودة في الحجر. الوقت ده عرفنا نفك الرموز بتاعة اللغة الهيروغليفية عن طريق اللغة اليونانية القديمة. وانا عايز اقول لكم ان حصل فرح بسبب فك الرموز بتاعة اللغة الهيروغليفية. عارف ليه؟ عشان ده هيجيب لك اسرار الحضارة بتاعة الفراعنة كلها. تخيل ان الحجر ده اتكتب سنة 196 قبل الميلاد، ضيف عليهم 1799 بعد الميلاد، يبقى انت دلوقتي داخل في حقبة حوالي 2000 سنة. 2000 سنة ما كانش حد يعرف عن اللغة دي اي حاجة. وهو ده اللي انا عايز اقولهولك عن طريق طمس الحضارات. مش عايز اتكلم كتير، بس في دول دلوقتي المفروض ان هي دول عربية ما بتعرفش تتكلم العربي اصلا، وده بسبب كثرة الاحتلالات اللي كانت موجودة عليها. سبحان الله، البلد الوحيدة اللي جالها احتلالات كتير ومع ذلك ما تأثرتش بولا لغة. مش عارف اللغة الفرعونية هربت مننا ليه، بس يلا عادي مفيش مشاكل، ادينا بنرجعها تاني. طب قبل ما الموضوع ياخدنا تاني، ليه بنتكلم اصلا اللغة؟ عشان خاطر نفهم بعض بس، ولا في حاجات تانية؟ حابب اقولك ان في حاجات تانية كتير بسبب اللغة، من اهمها اللي انت بتتكلم لغة تانية عشان خاطر تأمن شر الناس دي. من تعلم لغة قوم امن شرهم. وعلى فكرة دي مقولة بيقولوا ان هي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، بس الكلام ده غلط. المهم خلينا في المقولة نفسها. ده بيوصلنا لحرب 1973 بتاعة اكتوبر، اللي خلت الرئيس انور السادات في الوقت ده تجنيد ناس من النوبة من عندنا من مصر عشان خاطر تتكلم اللغة النوبية. اللغة النوبية طبعا معروف ان هي صعبة وتقيلة جدا، ومفيش حد بيقدر يترجمها غير لأهل البلد نفسهم، وحتى لو الإشارة عرفوا ان هم يقفشوها العدو مش هيعرفوا يفهموا الكلام اللي مربوط ما بينهم وبين بعضه. ذكاء فظيع بصراحة. عشان كده انت ممكن تستخدم لغة انت وصاحبك محدش يعرفها تاني، يكون قدامك تجمهر كبير من الناس وانتوا الاتنين بتتكلموا مع بعض بس محدش فاهم انتوا بتقولوا ايه، سواء عن طريق اشارة، عن طريق كلام، عن طريق الغاز، عن طريق اي حاجة من الحاجات اللي زي كده. كل الكلام ده بيوصلنا للغة جديدة بيتكلموها الشباب اسمها السوغا لمبا. سوغا لمبا سريبة غربال. وعلى فكرة اللغة دي اساسا كنا بتكلم فيها يعني من ايام ما كنت جاي من الكويت، يعني مش من النهاردة، يعني بقالي مثلا وانا كان عندي 7 سنين كنت بعرف اتكلم اللغة دي. انا بقى ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية هقول لكم قاموس ليها كبير. وعلى ايه الحلقة الجاية؟ ما احنا الحلقة دي موجودين ونتكلم مع بعضينا ونتعلم بتقول ايه؟ طب والله ما انا كاسفكم. بصوا يا جماعة هي بتبقى لعبة صغيرة، يعني خدوها على اساس ان هي لعبة، ما تاخدوهاش على اساس ان هي لغة اصلا. ولا يا ست الكل وكفاية معايا المقادير. هتشيل اول حرف من الكلمة
وتحط مكانه حرف السين. بدل مثلا كلمة مستر هتشيل حرف الميم وتحط سين، هتبقى سيستر. انا مش عارف انا جبت مثل زي دوت ازاي، بس يلا مفيش مشاكل، خلينا نكمله للاخر. بعد ما جبت جملة سيستر هتجيب جملة ملهاش دعوة بالكلام اصلا خالص، بس تبدأ بحرف الميم بتاع مستر. مثلا يعني سيستر مانجا، هتشيل حرف الميم اللي موجود في مانجا وتحطه مكان السين اللي موجودة في الاول، هتبقى مستر. بس كده. وقيس على هذا الكلام طولا. اهم حاجة في اللغة دي ولا فيها حرف عطف ولا فيها حرف جر، يعني من وفي وعلى مش موجودين اصلا، ولا واو واو وفاء مش موجودين اصلا، فبيخش على المواضيع على طول كده. قبل ما نتكلم لغه جديده، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل فولو للصفحه لو انت مش عامل، وتكتب تحت جمله باللغه وانا هترجمها لك على طول. السلام عليكم.